التواصل مشاهدينا الكرام لا زال مستمرا في انطلاقات هذا اليوم، شوطا يتلوه شوط وتحدي في منافسات هذا اليوم، اكيد بلا شك ستكون ممتعه ورائعه في صباح هذا اليوم. شوط من اشواط الحقائق ينطلق ويسير، وشوط الابكار هو شوطنا الخامس في انطلاقه هذا اليوم. هنا البدايه الاولى، هنا التحدي والمسار، من يسير وينطلق مشاهدينا الكرام. شعار القمره يتواجد هنا مع الشايبه، الشايبه سارت واحتلت المركز الاول في هذه اللحظات، تعود الملكيه محمد بن صالح بن حمد. القمره يتواجد الان على قمه هذا الشوط، الهايله في المركز الثاني احميد بن محمد بن عبد الله العرياني قدم المركز الثاني، بنواس في المركز الثالث مع منوه احمد بن علي، بنواس يتقدم الى المركز الثالث في هذه اللحظات يا منوه الخاطر. المركز الرابع هنا تقدم شعار العطيه، عسيل عسيله واصله، الله يا هذا الاسم العملاق، الله يا هذا الاسم الكبير، ها هي عسيله خليفه بن عبد الله بن علي العطيه يتواجد على المركز الرابع. اما المركز الخامس شعار بن سبت واصل مع هملولة عمر بن راشد بن سبت الخيالي، يلا يا فتر ماحة وصل خذ المركز الخامس. المركز السادس شعار بالكوس يتواجد مع شمس، يا شمس طلعي يا شمس انوري، مطر بن يمعة الله يتواجد، بن عيد بالفلاسي يتواجد هنا بالكوس، قدم لنا سادس المراكز. المركز السابع اشوف الشكل الغريب، اشوف تهريب واصلة، تهريب واصلة محمد بن خليفه بن نومه الاجتبي خذ المركز السابع. المركز الثامن، المركز الثامن وصلت فخر نهيان بن حمد بن هيان العامري. المركز التاسع نشوف الاسم الجديد هنا، يا تصل النايفه محمد بن عيسى بن خميس الخيالي. والمركز العاشر عندك يا بن ميرين، ها هي الشيمه محمد بن سلطان بن ميرين وصل وخذ المركز العاشر. هكذا كانت النتيجه، هكذا كانت الاداء، هكذا كانت لا عوده الى البدايه، عوده الى العرياني، انتزع المركز الاول احميد بن محمد بن عبد الله العرياني، يلا يقدم الهائله، يقدم الهائله، واكيد عندها قوه هائله في الدفع الاخير، في الدفع المثير. الشايبه واصله، الشايبه لا زالت متواجده على قمه الشوط. محمد بن صالح القمره المري، الله يا هذه الشعارات، الله يا هذه الشعارات، الله يا هذه الاسماء، الاسامي، المسميات مع جيل الشباب، الجيل الناشي. المركز الثالث اشوف عسيله، عسيله تذكرنا باسم عريق، اسم صال وجال في ميادين السباق، ولكن هملوله شعار بن سبت واصل عمر بن راشد بن سبت الخيالي الى المركز الثاني، ولكن منوه الخاطر، منوه الخاطر تسافر، منوه الخاطر تغادر الى الناموس. احمد بن علي بنواس الاجتبي على المركز الاول، عسيله في المركز الثاني، هناك يتواجد مشاهدينا الاعزاء في المركز الثاني خليفه بن عبد الله العطيه، لكن عاد العرياني مع الهايله حميد بن محمد العرياني في المركز الثاني. المركز الثالث نشوف عمر بن راشد بن سبت، المركز الرابع عسيله، بينما المركز الخامس نهيان بن حمد بن هيان العامري، ها هي فخر وبكل فخر تشارك. هناك تهريب واصله، تهريب واصله، وممنوع التهريب يا الاجتبي، لكن اشوف الله يا بن نومه هذه اللي وصلت الشاهينيه سالمين بن سالم الشامسي، اعود الى البداية ال 400 متر الأخير، وبن سبت، بن سبت مسيطر، بن سبت مسيطر، عمر بن راشد بن سبت الخيالي يا هالي رماحة لا زالوا مسيطرين، لا زالوا متقدمين على المركز الأول. الله عندك علامة مرور، عندك علامة سهم نحو خط النهاية، روح مع القوس، روح مع التحدي وهملولة، هملولة اللحظة الأخيرة واصل الشامسي بن سالمين، ولكن خلاص هملولة، هملولة، هملولة هي سيدة الموقف، هملولة مشاهدينا الأعزاء بالفوز مشمول، وصلت الى هالي رماح. تحيه وناموس صباحي، واسعد الله صباحكم. المركز الثاني سالمين بن سالم الشامسي، المركز الثالث نيان بن حمد بن هيان العامري، والمركز الرابع هناك متواجده عسيله مشاهدينا
العزال خليفة بن علي، خليفة بن عبد الله بن علي العطية، بينما الخامس والسادس نتركه للأخوة أعضاء لجنة خط النهاية. هكذا كانت النتيجة مساري هذا الشوط، حمل التحدي والإثارة والناموس في لقاء مميز ولقاء جميل بلا شك في انطلاقة اليوم. التوقيت الزمني نسير بمشاهدينا الكرام مع حضراتكم في المركز الأول، وشوطنا الذي انطلق وانتهى من خلال هذه اللحظات بشعار عمر بن راشد بن سبت الخيالي، حيث حقق الانتصار، حيث حقق الناموس في انطلاقة هذا الصباح الجميل وانطلاقة هذا الأداء المميز، حيث كانت النتيجة من خلال هذا الشوط من صالح حملولة. يأتي هنا عمر بن راشد بن سبت الخيالي والذي قدم التوقيت زمني مقداره في ملتقى هذا الشوط، وهو المركز الأول وشوطنا الخامس في هذه اللحظات. هناك البداية الأولى والتحدي الأول المثير، 4:32.57 من الثانية، وأسعد الله صباحك يا بن سبت. بينما المركز الثاني وصلت مشاهدينا الأعزاء لسالمين بن سالم بن سالمين الشامسي، حيث حققت الشاهينية 4:33.21 وإلا المركز الثالث كانت فخر هنا لنهيان بن حمد بن هيان العامري، انتزعت ثالث المراكز في ملتقى هذا الشوط ب 4:33.64 من الثانية.